مرحبا بكم احبتي المشاهدين الكرام اينما كنتم، واسعد الله مساكم بكل خير في حلقه جديده من برنامجكم الحدث. ارحب بضيوفي عادل العناس الكاتب والباحث في شان العراق. استاذ عادل مرحبا بك. اهلا وسهلا استاذ عادل. اشرف بن عمار رئيس رابطه مثقفي قبيله الشمر. استاذ عادل مرحبا بك. تحياتي. مرحبا، حياك الله. الدكتور منذر حوارات، عضو جمعيه الشؤون الدوليه وايضا الباحث في الشؤون الدوليه. دكتور منذر مرحبا بك. اهلا، مرحبتين فيك. سابدا معكم بسؤال سريع. دكتور منذر، ابدي وياك. تصريحات للسيد قيس الخزعلي عن أن الهلال الشيعي تحول إلى بدر، عنوان الحلقة معارك الموصل وترقب الهلال، ما رأيك في هذا الهلال؟ أعتقد أنه تسرع قليلا. صحيح أن لإيران مطامعها الإقليمية وهي تستخدم أذرعها في المنطقة، ولكن إذا أخذت في الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة ترامب فهي ترسم ملامح جديدة للمنطقة. شكرا، سأعود لك دكتور. أستاذ ياس، شنو رأيك؟ تترقب الهلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بنصف دقيقة سريعا. الحقيقة هو تكلم عن مشروع طائفي عبر العراق، تحدث عن هلال، يقصد به الهلال هنا المشروع التوسعي للنفوذ الإيراني، عندما أشار إلى أن هناك ميليشيات ستلتحق معهم لتكتمل بدرا، وذكرها بالاسم، ميليشيات حزب الله في لبنان، والميليشيات تقاتل في سوريا، وميليشيات نصرة الحق في اليمن. شنو رأيك بالبدر؟ مساء الخير أخي أستاذ مقداد، لك وللضيوف الكريم. أعتقد أن الهلال كان موجود والآن خرجنا بأسطوانة جديدة وهو البدر، أي بمعنى أن هنالك مطامع لتوسيع هذا الهلال، فإذا كان هنالك بدر بمعنى أن المستهدف الدول العربية برمتها، ولا أعتقد أن هذا الأمر صحيحا ولن ينجح، لأنه ضربة استباقية للتغير الدولي الحاصل في السياسة الأمريكية بالأخص. نعم، سأعود لك. أبدو لك أستاذ هذا العناز الحوار، تصريحات السيد قيس الخزعلي أنت قلت عنها أنها تصريحات طائفية، ويعني هذه التصريحات يعني هي مو أول مرة إحنا تصدر من السيد قيس الخزعلي. يعني حقيقة في هذا الجانب أنا أرى أنه ما ذهب إليه الخزعلي إنما يشير إلى حالة فكرية تعتمر عقول هؤلاء الناس. هو يتكلم دائما عن أحداث يستبقها جانب يعبر فيه عن برنامج توسعي كما قلت قبل قليل، ومشروع تقوده دولة إقليمية وهي إيران. واضح أن الهدف الرئيسي في هذا الموضوع الوصول إلى الحدود العراقية السورية. وصلوا. نعم. هم وصلوا الآن هم لم يصلوا، لم تكتمل بعد. الآن معارك مستمرة. لا زالت الآن منطقة القيروان هي الفاصل. سبقتها معركة الحضر، ومعركة الحضر بعيدة عن الحدود العراقية السورية بأكثر من 90 إلى 100 كيلومتر، ولكن الآن القيروان هي الانطلاقة للسيطرة على منطقة البعاج. أنا هنا أشير لست على بكلام مناطقي، أنا أشير إلى هذه العبارات لم تأتي جزافا. في اللغة العربية هناك كناية، عندما يبدأ الهلال، عندما يبدأ القمر هلالا سينتهي بدرا. إذن ما هو البدر؟ هو اكتمال الشيء. فإذا هنا اكتمال المشروع، هو يتكلم عن اكتمال مشروع، لكن ربما ينتهي محاقا. نعم، وهو يعود محاقا، يعود كما محاقا، يكتمل ثم يعود. هذه كما يعني أنا أضم صوتي إلى أصوات إخواني والأساتذة في ضيوفنا مع في هذا البرنامج الطيب، وأقول أن هناك استباق للحالة وهو تستعجل، ولكن ما حدث بعد ذلك يؤشر إلى أن هذا الرجل دائما يسعى إلى أن يكون له حضور، وتكلم كقائد ميداني في المعركة، وتكلم كأنه هو قائد ميداني بالمعركة. لا، هو أحد الذين يعني هو وجود بالمعركة، لكن هو عندما يتكلم بصيغة أنه نحن سنعمل على أن يكتمل الهلال ويكون بدر. هنا أقول أنه هذا سبق يوم 17/10/2016 أشار إلى شيئين. الشيء الأول أنه نحن أهدد بأنه سنذهب إلى مدينة الموصل وسننتقم وسنقوم وسنعمل على إقامة دولة العدل الإلهي، وكأنه سيذهب إلى مدينة ليس فيها عدلا إلهيا، وليس مدينة عربية مسلمة عراقية. دعنا من العربية الآن. نعم، عراقية. حتى إذا عراقية وعربية، ولكن هنا أقصد أنه هي تؤمن بالله الواحد القهار، وتؤمن بالكتاب القرآن الكريم، وتؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا عدل الله الذي يريد أن يقيم هذا، ويقول سننتقم من الأحفاد بما فعله الأجداد. الآن يكمل هذا الموضوع.
هذه رسائل تؤكد على أنه هذه الميليشيات هي التي لا زالت تسيطر وتهيمن على القرار السياسي والأمني في العراق. ثانيا أنه هي تسعى جاهدة إلى استيعاب والمساهمة في تنفيذ مشروع إقليمي لدولة إقليمية تسعى إلى السيطرة على العراق والاستحكام ثم الانتقال إلى مناطق أخرى ودول عربية أخرى وهي إيران. والنقطة الثالثة أن هذه دعوة إلى تغيير ديموغرافي في المنطقة، وبالتالي هي تطهير عرقي لتسبق الأحداث. نحن نرى الآن جميع المناطق التي دخلتها هذه في المحور الغربي هذه الكتائب وهذه القوات، نراها ماذا فعلت؟ فعلت أنه تم ترحيل كثير من العوائل العربية والعشائر العربية الموجودة في منطقة حميدات التابعة المنطقة في منطقة حميدات، وكذلك العفو منطقة بادوش التابعة ناحية حميدات، وكذلك الآن تم ترحيل أكثر من 200,000 من العوائل التي تحيط بمنطقة القيروان. أين ذهبوا بهم ولماذا الترحيل؟ إذا هم أتوا إلى إنهاء حالة عسكرية موجودة ولا إنهاءهم من حالة يعيشونها، أليس الحفاظ عليهم؟ أليس البقاء على الحالة كما هي؟ هذه الرسائل ليست رسائل اطمئنان، هذه رسائل سوف لا تزيد الأمر إلا تعقيدا. طيب. نحن لا سوف لا تبحث هذه الرسائل عن استقرار سياسي واستقرار أمني، بل ستعيد الأمور إلى ما كانت قبل 9 حزيران 2004. سأعود لك. طيب. أستاذ عادل أشرم مرحب بك. شنو موقف الحكومات العربية أولا، وبعدين شنو موقف القيادات السنية اليوم على رأس السلطة من تصريحات السيد الخزعلي؟ يعني احنا اليوم نريد نتكلم عن معارك موسى، لكن اريد اركز عن هذا الموضوع. يعني اليوم فقط تصريح السيد النجيفي قال هذه الدعوة الى بدر شيعي تخرصات منفلتة، لكن باقي السياسيين السنة وين تصريحاتهم؟ الدول العربية شنو موقفهم من هذه ومع معناها الهلال اللي كان راح يوصل لهم، لا راح يصير بدر وراح يصير عليهم ضعف. بلا شك اخي ابو فيصل، هذا الامر او هذا التصريح يترك من عطفات خطيرة، من عطفات مستقبلية يجب أن نقف عندها مليا، وخصوصا أهل المنطقة تلك المستهدفة أو التي تمثل المكان الاستراتيجي الأبرز في سلسلة المعادلة والتعقيدات الدولية الحاصلة سواء على الأرض أو ما بعد الحدود. الحقيقة أنا أستغرب أن الدولة أين هي؟ يعني يجب أن نقول أين الدولة؟ أين الجيش؟ أين القوات التي قلنا في يوم من الأيام أننا نحن مع التحرير موجودة. إن كان هنالك جيش، ولكن موجودة. ولكن ما يحصل الآن هي حشود شعبية، ليس حشود منتظمة ضمن إطار الجيش، ضمن إطار قوات مكافحة الإرهاب، ضمن الفرق الذي يعلنون عنها. بس خلي أوقف وياك هنا بنقطة. لكن هذه الحشود هي تابعة إلى رئاسة الوزراء وإلى القائد العام للقوات المسلحة وهيئة الحشد الشعبي مرتبطة برئاسة الوزراء. إذا كانت يعني أخي أستاذ مخدر، إذا كانت تابعة للحكومة وبالتالي هذه التصريحات تمثل الجانب الرسمي فهذه طامة كبرى، يجب على الدول العربية أن تقف عند هذا المنعطف. ما المقصود ببدر شيعي؟ لماذا تزجون الاتجاهات المذهبية في هذه المعركة؟ أنت أمام معركة وتدعي أن هنالك إرهاب، تدعي هذا الإرهاب دعاء، بالتالي أنت تحكم على حجة أو وسيلة عبور لتنفذ أجندة على الأرض. هذه التصريحات تمثل هكذا رؤية، أنت تريد أن تمثل أجندة على الأرض، أنت ليس سياق أمني، وبالتالي على الدول العربية أن تسائل الحكومة العراقية، تسائل الدولة العراقية ما القصد من هذه التصريحات التي تظهر بين الفينة والأخرى. ظهرت قبيل مثل ما تفضل أستاذ أياد، ظهرت قبيل معركة تحرير الموصل، تطورت في كيفية وألفاظ غير مقبولة داخل المجتمع العراقي، في كيفية حتى تحرفها حتى عن مسارها التاريخي، في كيفية أدت إلى تطور فئات ومذاهب أخرى أدعت بنفس الادعاء. يخرج علينا بعض الأخوة المسيحيين الذين نجلهم ونقول أنه من أهم المكونات الأساسية التاريخية التي لها الاعتبار الكبير، يخرج علينا أصحاب الغلو داخل حتى هذا المذهب ويقولون نريد نقتل أحفاد يزيد. أين أحفاد يزيد؟ هل هذا القبائل العربية أصبحت أحفاد يزيد أو أصبحت أحفاد الحسين أو أصبحت هذه تمثل الكل؟
لا أحد يستطيع أن يقول هؤلاء مجتزئين ثم يزيد والحسين أبناء عمومة، بينهم خمسة أجداد. هذا الجهل لماذا لا ينتهي؟ هنالك جهل حتى في التفسير، جهل حتى في المنطق التاريخي. كيف نعالج اليوم إحنا هذا الجهل؟ كيف نعالج؟ تعالج عندما تكون هنالك قيادات حقيقية، ليس قيادات خانعة لا تستطيع أن ترد. ما هذا الكلمة عندما تقول هنالك تخرصات؟ هل يكفيك تخرصات؟ بدر شيعي ماذا يعني؟ يعني أنك تريد أن تحول جميع المنطقة برمتها، سوريا، الأردن، السعودية، كلها إلى بدر. كيف يكتمل البدر؟ هنالك هلال، ما يكتمل البدر إلا أن تسيطر على بلاد الخليج يعني والأردن. إذن هنالك نوايا، هنالك مطامع، من يحركها؟ العمق الاستراتيجي لهذه الفئات. من هو إيران؟ هذه الميليشيات لا تتبع الحكومة العراقية، الكل يعلم أن الميليشيات لا تتبع الحكومة العراقية ولا ترد على شخص العبادي، وليس باستطاعة الدولة أن تقف أمامها. هذه الحشود تمتثل لأوامر من الخارج. ولكن أنا أقول وأطمئن الجماهير أو أطمئن أهلنا إن مثل هكذا التصريحات في هذا الوقت هي استهلاك إعلامي لا غير. نعم تتواجدون على الأرض لفترة معلومة، تزول هذه الحجة هي داعش وتحرر البلاد، ولكن في الآونة إذا زالت حجة داعش اليوم. نعم زالت حجة داعش، شنو راح تجي حجة ثانية الآن أفرح؟ تأتي حجة ليس أمامهم أي حجة ثانية. ستتحرك الدول العربية، سيتحرك المجتمع الدولي، هنالك أولوية. نعم. للإدارة الأمريكية. نعم. قالتها صراحة أن الهدف الثاني ما بعد داعش هي هذه الميليشيات الخارجة عن القانون. نعم. هنا السؤال. خلي أنتقل للدكتور منذر. دكتور منذر مرحبا بك. أهلا فيك سيدي. دكتور منذر، الطائرة يعني مسيرة اخترقت الأجواء الأردنية قبل أيام، تصريحات كثيرة قالت بأن وتم إسقاطها لهذه الطائرة ولله الحمد، لكن قيل أن في تصريحات أن هذه ممكن تابعة إلى ميليشيات طائفية أو إلى ميليشيات تابعة إلى إيران تنوي يعني العبث بأمن المملكة الأردنية الهاشمية. برأيك بعد تصريح الخزعلي والبدر الشيعي، يعني ما هو موقف المملكة الأردنية الهاشمية من مثل هذه التصريحات، وأيضا من مثل هذه الخروقات التي تحدث على الحدود العراقية الأردنية أو الأردنية السورية أيضا؟ نعم سيدي، هناك مخاطر من جهتين تحيط بالمملكة، من جهة الحدود العراقية ومن جهة الحدود السورية. ما يعني الأردن الآن هو الجهة المتعلقة بالحدود السورية، يعني شمال الأردن. هذا الشمال الأردني تتمترس فيه الآن قوى عديدة، من ضمنها قوات تابعة لداعش، من ضمنها قوات تابعة لإيران، قوات تابعة لحزب الله، وقوات النظام السوري وقوات المعارضة السورية. هنالك يبدو يعني داعش، دكتور اسمح لي، داعش وإيران وحزب الله وسوريا والمعارضة السورية. نعم. يعني خمسة خمسة خمسة. نعم. وهذا يزيد صعوبة التعامل مع هكذا أطراف متعددة ومتناقضة بأهدافها، والواضح أن الأطراف المنخرطة في الصراع في سوريا بحاجة إلى عداوات مؤقتة ربما كي تفعل أهداف لها في هذه المرحلة التي يكثر فيها الحديث عن حلول. الأردن اعتمد في علاقته بالأزمة السورية على أول الحديث على أن الحل السياسي هو الحل الرئيسي لهذه الأزمة، وثانيا اعتمد على الدفاع بالعمق، بمعنى إيجاد وسائد أمنية مؤلفة من بعض الفصائل السورية المعتدلة والقبائل في منطقة جنوب سوريا. الآن بعد بدء المناطق خفض التصعيد طلب من الأردن أن يكون موجودا في إحدى هذه المناطق وهي منطقة جنوب سوريا، لكن يبدو أن هنالك أطراف لا ترغب ولا تريد في هذا الوجود الأردني، لذلك تحاول اختلاق بعض النزاعات مع الحكومة الأردنية على اعتبار أنها طرفا غير محايد. الواضح أن وتأتي اتهامات أخرى أيضا أن هنالك حشود لتدخل عسكري أردني ومدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا في العمق السوري. بتصور هذا الاحتمال بعيد المنال لعدة أسباب.
لأن المملكة لا تمتلك أولا النية الحقيقية لأن تنخرط عسكريا في الصراع السوري بالذات الجيش الأردني. ثانيا الطرف القوي في المعادلة، الطرفين القويين في المعادلة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يرسمان سيناريوهات باتفاق أحيانا وخلاف بينهما على أن تبدأ في أستانا الحلول بإيجاد مناطق لخفض التصعيد على أن تنطلق باتجاه جنيف لإيجاد ربما حلول دائم. هنالك عوائق كثيرة في هذه المسائل. الآن تصريحات الخزعلي، العراق ككل تستخدمه الدول المحيطة فيه لأجل أحيانا أجندات داخلية لداخل تلك الدول، ربما تتبع تلك التصريحات لوجود طرف متشدد في إيران. أنت تعلم أن هنالك انتخابات إيرانية وهكذا تصريحات نارية تخدم طرفا سياسيا محددا في إيران وهو الجهات التي يدعمها الحرس الثوري. فحينما يقول قيس الخزعلي بأن الهلال الشيعي يبدو سوف يكتمل إلى بدر، هذا يؤشر في الداخل الإيراني إلى الانتصار الذي يحققه الحرس الثوري الإيراني في مشروعه في المنطقة، والذي يستخدم فيه أذرعا إقليمية أذرعا محلية في كل دولة، والتي تعتمد على مبدأ تأجيج الصراع الطائفي داخل تلك الدول، والأرضية الأساسية موجودة في كل دولة لصراع طائفي حقيقي. إذن ربما يكون كلام الخزعلي هو مؤشرا سياسيا لدعم طرف في الانتخابات المقبلة في إيران، وهو ربما على دعم رئيسي. طيب لكن هل بس سؤال قبل أن أنتقل للضيوف، نعم. هل هذا البدر له خطورة على المملكة الأردنية الهاشمية؟ بدون شك، ولكن فرص تحقيق هكذا بدر لا أعتقد أنها واقعية لعدة أسباب. لا أحد، أنت تتحدث أو يوجد أطراف إقليمية كثيرة ترفض أن تكون دولة إقليمية كبرى في إيران مهيمنة في هذا القطاع الكبير. خذ مثلا تركيا، حتى روسيا سوف ترفض ذلك، أيضا الدول العربية. لماذا ترفض روسيا وهي تساعد اليوم النظام السوري؟ تساعد النظام السوري كنظام سياسي، هي تعتقد أن لها مصالح جيوستراتيجية في سوريا، وبالتالي هي تعتقد أن سقوط النظام ربما ينهي المصالح الروسية في سوريا، ولذلك هي تدعمه لغياب أفق حقيقي لوجود نظام بديل قد يقبل بروسيا موجودة في سوريا. طيب. إذن أعتقد أن عملية التأجيج الطائفي في المنطقة الآن تخدم أغراض خارج الحدود العربية العراقية والسورية، وأيضا تخدم المعركة في الداخل، تخدم الانتخابات الإيرانية، يعني ربما تخدم الانتخابات الإيرانية، وربما ترغب في إطالة المعركة الطائفية لأنها سوف تريد دائما أن تحسب داعش والتطرف والإرهاب على جهة المعسكر السني. طيب. وبالتالي طالما هذا التطرف موجودا فالداعي والمبرر لوجود الطرف الآخر كالحشد الشعبي والفصائل الأخرى يبقى المبرر لوجودها أيضا حاضرا، وهذا يشكل أيضا واحد من استغلال الموقف العسكري والطائفي في الدول التي تدور فيها الصراعات كسوريا والعراق. طيب جميل، سأعود لك دكتور، لكن خليني نكمل هذا الحوار بعد أن نشاهد أبرز ملفات هذه الحلقة.
مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم. أعود لك أستاذ إياد العناز. السيد حيدر العبادي في تصريح له يعلن عن وضع خطة متكاملة لتأمين الحدود مع سوريا، والسيد عبد الرحمن اللويزي يقول سيطرة الحشد الشعبي على الحدود السورية ستحسم معركة الموصل. أولا، ما هو الضامن أن هذه الحدود السورية لن تكون ممرا لإيصال المساعدات وتدفق الميليشيات لمساعدة النظام السوري؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، هل فعلا هو تم تأمين الحدود مع سوريا؟ يعني نحن نعلم مسافة الحدود اللي تربط، يعني مسافة الحدود العراقية السورية هي 381 كيلومتر. نعم. هذه المسافة ليس بالأمر الهين أنه تستطيع أي قوة أن تستكمل عملية حمايتها وتأمين عدم عملية التهريب أو عملية السيطرة والتحرك ضمن هذه المنطقة الحدودية. طيب. ولا زالت هذه المنطقة تعاني من وجود عناصر التنظيم. يعني هناك احنا نعلم معارك كبير، معارك الآن يعد لها في منطقة عالي الفرات، راوة وعانة والقائم. طيب. الموصل لحد الآن لم تنتهي، هناك معارك رئيسية ستكون في البعاج. ولا ننسى أنه حتى عندما نتكلم عن القيروان كمجمعات سكنية، القيروان تبعد الآن عن منطقة الحدود السورية بحدود 60 إلى 70 كيلومتر. يعني هم لم يستطيعوا الوصول، ولكن عندما نتحدث عن استراتيجي سياسي، يعني نحن عندما تحلل شيء وتنظر إليه بنظر استراتيجية عليك أن تبحث عن الهدف. أما تأمين الحدود والغاية، لكن هل تستطيع الحكومة العراقية الآن بإمكانية أن تؤمن هذه الحدود؟ أنا أرى ذلك ليس من المستطاع. ما يعني طبيعة الحالة التي تعيشها هذه المنطقة هي قلقة من ناحية سياسية، من ناحية العسكرية. وجود العامل المهم هو نحن نائبا نتكلم عن ملفين هما متداخلين، الملف السوري والملف العراقي. لا زالت المعارك في سوريا ولا زالت الموجات في سوريا لم تنتهي. إذن تبقى موضوع الحدود العراقية والسورية منفذ يتنقل به الجميع. إضافة إلى ذلك، أنا أرى أن هناك عملية وجود أمريكي يسعى إلى استحكام وبالمنافسة على أن يكون هناك حماية للحدود. هناك أكثر من قاعدة أمريكية الآن تبدأ عملية استكمالها داخل العراق، منها قاعدة القيارة التي تم تأهيلها. الآن أكو قواعد ممكن بناء، يعني برأيك هاي القواعد الأمريكية راح تسمح لمرور المئات من يجوز يجونا من إيران وباكستان ويعبروننا ويروحون السورية، راح تسمع لهم هاي القواعد؟ هم الآن هو الآن تنافسنا. طيب. أنت نحن نعلم بعد 2011 تحديداً وعدنا إلى سنوات أخرى أنه استلم الملف الأمني في العراق والاستخباري هم الإيرانيون. طيب. هذا الملف الذي تغاضت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية وتغاضت عن الدور الإيراني ولم تنتبه، لا يعني لم تنتبه، ليس هي غافلة ولكن لم تنتبه لأنه تركت غضت الطرف، يعني غض النظر. نعم. غض الطرف عن لمصلحة من؟ لمصلحتها ومصلحة إيران. هناك عامل مشترك داخل العراق. قد تختلف الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في جميع الملفات في المنطقة العربية أو في منطقة الشرق الأوسط، لكن داخل العراق متفقين، لأنه تعلم جيدا الولايات المتحدة الأمريكية الثقل الذي لدى إيران. هذا الثقل نحن لا يخيفون بقدر ما أن نسلط الضوء عليه لنعلم أنه هذا الحالة موجودة، أنه أن نحن لا نغض النفس ولا نقول غير موجود، لا موجود ومؤثر ويعمل بجدية، متدخل في جميع الأمور. الآن الانتخابات القادمة، الآن الوضع السياسي، بعد عملية انتهاء العمليات العسكرية سنرى وضعا سياسيا مختلفا. الموصل عندما تنتهي ستكون قاعدة انطلاق لإعادة التركيبة السياسية، ليس في هذه المدينة فقط وإنما الرؤية السياسية في العراق والمنطقة العربية ومنطقة وتحديدا أيضا دول سيطرة خمية. الحشد على الحدود السورية سيحسم معركة الموصل؟ أي أم لا؟ خلينا ننتقل لسال عادل. أنت عندما تكون المحور الغربي. نعم. المحور الغربي هو جزء من الحدود العراقية السورية، وهذا أوكل إلى الحشد الشعبي. هذا من ضمن المهام التي أوكلت لديه عندما وضعت الخطط العسكرية الميدانية على الأرض، وقيل للحاج الشعبي أنت مسؤول عن المحور الغربي. فالحدود السورية طبعا ستساهم في عملية إنهاء المعركة. سأعود لك أستاذ عادل. نائب عن نينوى، وما أرد أقول اسمه، يقول أن الحشد الشعبي أفشل المخطط التركي الكردي في تقسيم المحافظة. هل فعلا كانت المحافظة ستقسم والحشد الشعبي هو من أوقف هذا المخطط للتقسيم؟
أم كان كلام عن التقسيم هو كلام طبيعي؟ السيد أسامة النجيفي قال لازم تصير أقاليم، مصحيح في مؤتمر. نعم نعم. مثل هكذا دعوات هي ليست جديدة ولا تتعلق بالوضع الأمني أو التطورات العسكرية الموجودة والتي نشهدها على الساحة. يعني شنو دعوة انتخابية هاي؟ أبدا، ولكن كلها تدخل ضمن خطة محكمة، خطة استراتيجية وضعت قبل بدء عمليات التحرير كاملة حتى الأمر يتجاوز مدينة الموصل أو نينوى. هذه الخطة تتعلق بمحورين، محور يمثل السهل الرسوبي ممتدا من شمال بغداد باتجاه الشمال الغربي للعراق، أما المحور الثاني فهو الهضبة الغربية. محور الهضبة الغربية حدوده مكتملة، لا يمكن أن يتقدم أكثر عبر الحدود، هذا سيبقى درع أو حصن حماية للمحور الشرقي المتمثل بمحور السهل الرسوبي. بدأ محور السهل الرسوبي من الشمال من بغداد، كان يمتد عبر أذرع نهر الفرات باتجاه سدة الرابطة باتجاه سامرة أو شرق سامرة، السدة المعروفة. أيضا يمتد عبر جبال حمرين، كان هنالك توقل وزحف للحشد الشعبي الذي أنيط به مهمة محور السهل الرسوبي. تواجد الجيش كان عامل معنوي وكان يقتصر على المدن وخصوصا المدن الكبرى، أما المحور هذا فيتحرك في الأرض، يوضع نقاط تماس، يوضع نقاط اتصال مع بعضه. بدأ بالشمال قلنا، اتجه باتجاه ديالة، وضع أذرعه في شرق تكريت أو شرق صلاح الدين برمتها، زحف باتجاه شمال تكريت باتجاه البيجي، هو الآن يمنع حتى تواجد سكاني في البيجي. في الصينية زحف باتجاه تلولباج باتجاه القرى، تمدد باتجاه الحضر، جرت اتفاقات ما بين الحكومة وما بين الحشد وما بين الأكراد. هذه الاتفاقات برعاية أمريكية سبقت عملية تحرير الموصل، وبالتالي وافق الحشد على أنه لا يدخل في عملية تحرير الموصل، يوكل الأمر إلى الجيش. لذلك لاحظنا أن تواجده يقتصر على المحاور، ثم امتد باتجاه أين؟ زحف باتجاه اليسار، عاد الكرة اتجاه الجنوب نحو الحضر، الآن يزحف باتجاه تلعبطة، زحف باتجاه تلعبطة، الآن يزحف باتجاه القاعدتين الخلفيتين لتواجد داعش ما بعد تلعفر. القاعدتين هي القيروان في الوسط، ثم إلى القرب منها باتجاه الحدود قضاء البعاج، قصبة البعاج بالذات. هذا الخط سيستمر حتى يصل إلى الحدود، ثم بعد استمرار الحدود لن يعطي ثقل للدولة أو الجيش أن يمسك الأرض في تلك المنطقة. لماذا؟ لأن المنطقة يجب أن تبقى مفتوحة، لن تؤثر قواعد الأمريكان في القيارة أو في عين الأسد قواعد نائية، لن تستطيع فعل أي شيء أمام هكذا حركة. الآن هنالك خط استراتيجي مفتوح كل العراق يعلمه، موجود ويتمدد باتجاه الحدود. مثل ما قلت لك، بدأ من الشمال من بغداد باتجاه ديالة شرقا قليلا، ثم انحنى قربا باتجاه تكريت، ثم استمر شمالا باتجاه جنوب الموصل، ثم انحنى يسارا باتجاه الحضر، ثم انحنى شمالا باتجاه تلعبطة، ثم انحنى شرقا باتجاه القيروان، ثم قربا راح يستمر إلى قضاء البعاج ويؤمن الحدود، ثم يمتد على شكل كماشة. هذه الكماشة تأخذ يمينا باتجاه رأس جبل سنجار الفاصل ما بين الحسكة وقضاء سنجار، ثم يتجه يسارا باتجاه الحد، منطقة تعرف باسم طريفاوي. هذه تفصل ما بين الحدود الجغرافية لمحافظة الأنبار ونينوى، هي نقطة وسط. وبالتالي نعم، قبل لا تقوله بالتالي، أنت حتى جوجل ما يلحقك. جزاك الله. طيب، أكو ضغوط أمريكية تركية تعيق تحرير القيروان والبعاج، هذا ما يذكره قيادي في الحشد. التداخل هنا سيوفر عامل سياسي أكثر مما هو عامل أمني. التواجد التركي أو التصريحات التركية أو التهديد التركي بالتدخل، هل يستطيع فعل شيء أمام هذا التمدد الآن؟ لن يستطيع. ما يستطيع. كان من المفترض أن يبدأ في البداية. نسأل دكتور منذر. ولكنه لن يستطيع. خلي أعود لك وين وصلت المعارك. لكن دكتور منذر، برأيك يعني ما هي مصلحة أمريكا وتركيا أن تعيق عمليات تحرير مدينة من داعش؟ يعني هل يعقل يعني ليش أمريكا بتجو وتقصف وتأمن وكذا وتقصف المدنيين وتذبح بالمدنيين على مود تحسم معركة، وبعدين يأتي قيادي مثل السيد جواد الطليباوي يقول والله أمريكا وتركيا تعيق تحرير القيروان والبعاج لأنها مناطق حدودية، ربما كما ذكر الأستاذ عادل أنها تفتح خط أو تؤمن خط مع النظام السوري؟
هيعقل هذا الكلام؟ لا أتصور أن هذه المقولة دقيقة. هذا هو قايلها مو قصة دقيقة، هو يقول هكذا، أنا أريد رأيك. لا أعتقد أن هذا الكلام صحيح. الولايات المتحدة تضع استراتيجيتها الأولى بمحاربة الإرهاب في المنطقة ومن ضمنه داعش. صحيح أنها تعتقد دائما أن القاعدة هي العدو التقليدي للولايات المتحدة، ولكن أيضا داعش هي عدو للولايات المتحدة وتحاول التخلص منها. ولكن القضية المهمة أنه ما بعد داعش، دائما يأتي السؤال كيف ستكون الترتيبات العسكرية والسياسية بعد داعش؟ هل يجب أن يرتب الخاسرون والمنتصرون ترتيبا دقيقا بحيث تنتهي الفوضى بالمنطقة، أم أنها المنطقة لم تستنفذ طاقاتها من الكراهية بعد؟ أعتقد أن لكل من الدول الإقليمية، أيضا العراق ضحية لمطامع الدول الإقليمية، لكل من الدول الإقليمية مطامحها التي تريد أن تحققها من خلال الحروب المندلعة في المنطقة. إيران لها مطامح كما تركيا لها مطامح، إيران لها مطامح متعددة وتحدثنا فيها، ولكن أيضا تركيا لها مطامح من خلال عدم وجود أي كيان كردي على حدودها. لكن تصل إلى أن تعيق معارك، تعيق وتوقف معارك، مثلا تحرير القيروان والبعاج، يعني يصل هكذا مثلا بتركيا وأمريكا كما صرح السيد جواد الطيباوي؟ أستبعد ذلك، ولكن أحيانا إذا كنت خاسرا وتعتقد أن المعركة لن تكون بصالحك ربما تعطلها قليلا، ولكن لا أدري، لا ليس لدي معلومات أن تركيا تؤخر عملية التحرير هذه المناطق أو القضاء على داعش فيها، ربما، لكن ربما لا أحد، هذا حتى الأجنحة الجيش ربما سيطرت الحشد الشعبي على الحدود ربما السورية. لا هذا يخيف تركيا ويخيف حتى أمريكا. لا، الحشد الشعبي لا يشكل معضلة كبيرة بالنسبة لتركيا، لأن هنالك تركيا لا يشكل دكتور، سوف تكون تفاهمات مع إيران بالذات، يشكل وتركيا تخشى من تمدده الشعبي، وتخاف من الحشد الشعبي، وتخاف من تمدد الحشد الشعبي. الخشية الرئيسية لتركيا هي من الكيانات الكردية التي يمكن أن تتشكل على حدودها، وبالتالي هي تعطي ربما الحشد الشعبي بالأهمية الثانية بعد الأكراد، ولكن هل يصل هذا، هذا سؤال، هل يصل هذا إلى أن تعيق تركيا عمليات القضاء على داعش لأجل هذه المخاوف التركية؟ هذا ما لا يمتلك أحد دليل مادي عليه. هنالك كل الاتهامات هي عبارة عن تكهنات ممن يعتقدوا أن تركيا تتجاوز حدودها في التدخل بالشأن العراقي أو بالشأن السوري، وبالتالي لا يمكن أن تركن إلى تلك الاتهامات. هي متدخلة بالشأن السوري طول وعرض دكتور منذر، يعني نعم. هي متدخلة بالشأن السوري وهذا واضح، نعم. لكن خليني أسألك سؤال مهم. أحد السياسيين العراقيين يؤكد وجود 45 ألف مقاتل أمريكي يحمون مستشارين أمريكان موجودين في العراق. برأيك هذا رقم مبالغ فيه جدا، يعني هذا احد السياسيين قالها، لكن برايك هل بعد تحرير بعد الخلاص من داعش في كل العراق، هل ستبقى امريكا في العراق خصوصا على اداره ترامب الجديده؟ الولايات المتحده تضع المنطقه الشرق الاوسط ضمن استراتيجياتها، الآن غيرت استراتيجياتها مقابل 60-40، عملية التدوير كما تسميها، تحويل البحرية الأمريكية والبوارج الأمريكية من المحيط الأطلسي إلى، كانت 50% 50%، الآن توجهها 60-40، سوف تتوجه إلى المحيط الهادئ 60% والأطلسي تبقى 40%. إذن رغبة أمريكية بالتوجه شرقا، لكنها لن تهمل المنطقة الشرق الأوسط، وهذا ما أفسد صحت عنه تحركات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وهي إعادة تموضع التحالفات الأمريكية من جديد لأهداف أمريكية ربما لم تفصح على الإدارة الأمريكية، وبالتالي سوف يبقى العراق جزء من المناطق المهمة استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة وضعت ضمن الاستراتيجيات محاربة النفوذ الإيراني، وبالتالي سوف يكون العراق هو الساحة المقبلة لمحاربة النفوذ الإيراني. أنا أعتقد أن العراق سوف يهدأ عما قريب. من سيحاربه دكتور؟ نعم، من سيحارب النفوذ الإيراني؟
الولايات المتحدة تعتقد أن لديها أذرعها التي تعارف فيها النفوذ الإيراني، هي تستطيع أن أو طيب. تريد أن تستثمر بعض الأطراف العراقية المعادية للوجود وكذلك السورية. جميل، سأعود لك، سأعود لك دكتور، أعود لك أستاذ أياد. يعني فعلا برأيك أكو ضغوط أمريكية تركية تعيق تحرير؟ يعني منو يضغط أساسا؟ منو يضغط؟ يضغطون على السيد العبادي ويقولوا له توقف العمليات مثلا؟ على منو يضغطون تحديدا؟ أمريكا وتركيا على منو تضغط على مو تعيق تحرير القيروان والبعاج؟ يعني هذا التصريح أو الكلام لكل إنسان له حرية في أن يبل في أن يحلل أو كذا، لكن ليس هناك معطيات حقيقية على ما قيل حول هذا الموضوع. الإدارة، المسؤولين الأتراك إن كانوا سياسيين أو عسكريين وضعوا ثلاثة خطوط حمراء فيما يتعلق بالمعركة الجارية الآن في مدينة الموصل، وأعلنوها منذ فترة طويلة من قبل سنة. قالوا أن هناك نتدخل في حالة أن يحدث ثلاثة أشياء. أولا دخول الحشد الشعبي إلى قضاء تل العفر، وهو يرون أن دخول الحشد الشعبي يؤثر تأثيرا حيويا على طبيعة الحالة السكانية في تل العفر، يقصدون فيها التركمان السنة كما يطلقون عليهم. اثنين يقولون، لكن أكو نقطة قبل هذا أو أكمل حوائج، ويقولون أنه لا نسمح بمشاركة حزب العمال وأن يكون ساند إلى قطاعات الحاج الشعبي في من المحور الغربي المحافظة. رقم اثنين. والثلاثة، نمنع عملية التطهير العرقي والتغيير إذا حدث تطهيرا عرقيا وتغييرا ديموغرافيا في تل العفر مدينة الموصل نتدخل. هم يتكلمون عن جانب واحد. نحن سابقا وقلنا من في لقاءات سابقة أن هناك الجانبين، الجانب الذي تستخدم لكل دولتين لها مشروعها. إيران تسعى إلى مشروعها السياسي وبسط نفوذها داخل العراق وداخل المنطقة وإقليميا وعربيا، مستخدمة الجانب أو الحالة الطائفية. واثنين، الأتراك يستخدمون الجانب القومي وهم التركمان. هذه الأمور هي التي الآن تتواجد على الساحة، لكن الأتراك كيف سيتدخلون أو يمنعون؟ نحن لا نقول ذلك، لكن ممكن أن نقول أن الأتراك سيكون لهم كلمتهم. الأتراك الآن لهم الغاية ليس في العراق الآن، أولوية الأمور أن كيف التعاون الأمريكي التركي مع قيادة التحالف الدولي التي الذي يقوده الآن كل من روسيا وأمريكا في موضوع معركة الرقة. معركة الرقة الآن بالنسبة للأتراك أهم كثير مما يحدث في الموصل، لأن معركة الرقة هي امتداد تراها على يؤثر امتداد والتواجد قوات سوريا الديمقراطية داخل الأراضي السورية وتقدمها باندفاع نحو الرقة، معناته زيادة التأثير الكردي الذي يمثله حزب العمال وزيادة التأثير التي يمثله وحدات الشعب الكردي التي يواجه مواجهة حزب العمال. هذا يؤرق تركيا سياسيا وعسكريا وأمنيا لأن تهدد حدودها الجنوبية. ولذلك نراها بدأت في معركة درع الفرات الأول واستطاعت أن تأخذ منطقة الباب وممج، والآن تحاول جاهدة أن يكون لها دور في موضوع الرقة، لأن الرقة هي منطقة لا يسكنها إلا العرب، لا وجود للأكراد السوريين فيها. تمدد هذا سيعطي أولا شأنا داخليا كبيرا للأكراد السوريين، سينطي قوة عسكرية هائلة. ليس باستطاعة الولايات المتحدة الأتراك أن تدخل، خاصة أن الحماية الأرضية من قبل الأمريكان والجوية من قبل الروس، والأسلحة التي أعطيت قبل يومين من قبل الإدارة الأمريكية هي أول عملية سماح من قبل الإدارة الأمريكية منذ بدأت المشكلة السورية والصراعات داخل سوريا من عام 2011. أول مرة تسلح منظمة وتسلح هيئة عسكرية كقوات سوريا الديمقراطية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أولويات الموضوع الرئيسية. أما في العراق فهم ينتظرون معركة تل العفر، لم نسمع منهم شيء. هل فعلا أن أردوغان مهدد السيد العبادي في حال دخل الحشد إلى تل العفر سيقوم أيضا أردوغان بإدخال قوات تركيا إلى تل العفر؟ نعم، قال هذا، قال هذا قبل، هي من ضمن المناكفات التي حدثت بين كل من القيادة، كل من المسؤولين الأتراك والمسؤولين في بغداد قبل زيارة المسؤولين. نحن نتذكر في حلقة أيضا عبر شاشتكم تحدثنا عن هذا الموضوع. المناكفات السياسية كانت تتعلق بموضوع التدخل، ولذلك أذكر أن تكلمت هنا وقلت لا ينسحب
القوات التركية ممثلة بالضباط والمستشارين الأتراك الموجودين في معسكر بحشيقة ومنطقة زيليكان إذا لم يتم انسحاب كامل لحزب العمال من سنجار. ساعدك. نعم. أستاذ عادل، السيد رئيس البرلمان يحذر من نسف أو قبل تصريحات سيد رئيس البرلمان، خلي أعود لك إلى الآن خارطة المعارك، يعني ممكن متى برأيك يدخلوا القيروان البعاج هذه المناطق؟ قبل لا أوجز لك ما يجري من عمليات ميدانية في هذه المنطقة، تحليل بسيط من رؤية واقعية من سياق عملي وليس سياق نظري للأحداث التي تجري. طيب. ثلاث قوى رئيسية، الولايات المتحدة لا تملك أذرع على الأرض أبدا، الولايات المتحدة تملك الجو وهي مقيمة تقييم كامل عن الأرض، نحن في المنطقة ونعرفها جيدا. النقطة الثانية في بالنسبة للأتراك، تركيا طوقت الآن من جميع الجهات، تركيا الآن تحاول أن تناور بسياستها، مرة باتجاه حلف الروس، مرة باتجاه حلف شمال الأطلسي، هي تحاول أن تتجنب التطويق، ولكن التطويق ماشي يعني سرى في معوله، والدليل على أن الأمريكان لم يردوا على تركيا وسلحوا الوحدات التي ترفضها تركيا. السياق الثالث أو المحور أو القوة الثالثة هي الحشد الشعبي وتمدده باتجاه الحدود. ما أن يصل الحشد الشعبي للحدود فهو بالتالي سيكون على تماس مباشر مع القوة التي بينه وبينها تحالفات وتفاهمات وتستلم الأموال والرواتب من الدولة العراقية وهي القوات الكردية الموجودة في سوريا. هذه القوات لها علاقة مباشرة، وبالتالي أمنت المنطقة باتجاه حلب باتجاه سوريا كاملة مع أن يصلوا إلى هذه المسافة الحدود. حول سؤالك وهو تطرقت له حول البعاج وسير المعارك، يعني سير المعارك، المعارك بدأت فعلا بقوات الحشد الشعبي مدعومة أو معها بعض الحشود المحلية من أهل المنطقة موجودة نعم، ولكنها بأعداد قليلة، وصاحب القرار هو الحشد الشعبي. زحفت باتجاه القرى لتأمين ناحية القيروان التي تقع ما بين تلعفر وما بين البعاج، وعلى فكرة أن تلعفر من يقول أنه يمثل طريق استراتيجي للحشد باتجاه الحدود هذا غير صحيح، لأن تلعفر منحني يمينا الحدود من الحضر باتجاه الحاج، مناطق صحراوية مفتوحة، طرق سالكة حتى لو كانت طرق برية غير مبلطة، هي سالكة لا ظاهر أن تخرج باتجاه الصحراء ولا تمر تلعفر، تخرج باتجاه القيروان، وبالتالي الطريق مؤمن. طوقت القيروان، يوجد زحف من تل البنات، تل البنات هي أيضا قرية كبيرة للإزيدية هجر أهلها في النكبة المعروفة، يوجد فيها قوات كردية، يوجد فيها قوات من حزب العمال، وبالتالي شهدنا أن هنالك تفعيل لهذه الجبهة شمال القيروان، وبالتالي الآن أصبحت القيروان مطوقة، تأمين الأماكن جميعها بسيطرة على القرى. المنفذ الوحيد من القيروان ومن خلال تواصلنا مع أهل المنطقة مع جميع القرى حقيقة متواصلين معهم، أن المنفذ الوحيد المفتوح من هذا التطويق أو هذا الكماش هو المنفذ الغربي للقيروان باتجاه البعاج، هذا سيخرجك نحو قرى معلومة، بعضها قرى لشمر أبو خشب خرابجار، وقرى أيضا للأكراد بعضها هجروا أهلها، متواجد فيها التنظيم وهي منطقة مفتوحة باتجاه البعاد. إذن سير العمليات هو الآن يقتصر على ناحية الغيارة، لم يجري عبور الشارع الرئيسي لثري القراح إحدى أكبر القرى جنوب ناحية القيروان، وأيضا قرية أم الزنابير تم السيطرة عليها، هي مفصل ما بين ثري وما بين ناحية القيارة، وبالتالي الجهة الغربية لا تزال مفتوحة، وعلى فكرة أن المسافة ما بين القيروان باتجاه بعاج هي أيضا مسافة كبيرة نوعا ما، ممكن أن تصل إلى 50 كيلو، وما بين القصبة قصبة بعاج باتجاه الحدود ممكن أن تصل إلى أكثر من 50 كيلو، إذن أنت أمامك بحدود أقل شيء أمامك 100 كيلو باتجاه الحدود، هذه لا تزال تخضع لسيطرة التنظيم وهي تقع في الجهة الجنوبية لقضاء سنجار كله باتجاه بادية البعاج. جميل، سأعود لك دكتور منذر. السيد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري يحذر بالنسف الخارطة الجيوسياسية بالمنطقة ويدعو لإخماد فوهات النار الداخلية، وأعتقد ربما هو يقصد تصريح السيد القيس الخزعلي، هل برأيك بعد هذه التصريحات وممكن نسمع تصريحات متتالية أيضا من غير السيد قيس الخزعلي، ربما هذه تنسف الخارطة الجيوسياسية في عموم المنطقة؟
خصوصا جيران العراق. لا أتصور فضل. لا أتصور أبدا. المعركة يبدو أصبحت مستقرة نوعا ما، هنالك التوجهات لكل دولة توجهها الخاص فيها ومعرفة بحدود قوتها في العراق وفي سوريا، لكن كما قلت لك ربما تزداد هكذا تصريحات في الفترة القادمة ما بين الأسبوعين القادمين، خدمة ربما لأمور داخلية في إيران أو في مكان آخر. أمريكا شنو ردت فعلها من هاي التصريحات دكتور؟ أمريكا حددت استراتيجياتها وأولوياتها في المنطقة. أمريكا تقول أن إيران خطر يعادل الإرهاب المتطرف وهي داعم له، وبالتالي يجب أن يوقف نفوذها في المناطق التي تتمدد فيها. هذه استراتيجية أمريكية جديدة لم تكن موجودة في الإدارة السابقة، وأنت تعرف أن إدارة أوباما عقدت اتفاقا تاريخيا ينص على السماح لإيران بتطوير برنامج نووي سلمي وعلى عتبات معينة لتخصيب اليورانيوم، وكان ذلك ربما في الخفاء أيضا يتضمن إعطاء أدوار إقليمية مهمة لإيران. إدارة ترامب تغيرت كل هذه المعادلة الجديدة، وهي الآن تتحدث عن إيران الخطرة، إيران التي تفعل الإرهاب، إيران التي تقول أن المنطقة تدخل المنطقة في نفق مظلم من والله الصراعات. والله بس كلام الحيفية. دكتور نعم ترامب وأمريكا وكذا بس كلام يعني؟ لا، هنالك حركات على الأرض، تصريحات هنالك يعني سمعناها من بوش الأب وأوباما وبوش يعني كل لا هنالك تحركات على الأرض. الولايات المتحدة الآن تضع حدود كبيرة للتوسع الإيراني في المنطقة، وإيران تدري، إيران دولة ذكية على فكرة، هي تعرف حدود اللعبة وتتمسك بأطرافها وشآبيبها بما يخدم إيران. هنالك برغماتية عجيبة في إيران يمكن من خلالها أن يدركوا حجم الامتعاض الأمريكي منهم ويتصرفوا على ذلك. التشدد الإيراني الآن يبدو للوصول إلى حافة الهاوية مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد صفقات متبادلة حول نقاط معينة، لكن أعتقد أن ترامب متمسك بتحالف جديد سوف يجريه ربما مع العالم الإسلامي السني، على اعتبار أن هناك اجتماعات متعددة في السعودية خلال 23 خلال الأسبوع المقبل مع أطراف عربية وإسلامية، وجلها من الأطراف العربية السنية وبالتالي والإسلامية السنية. إذن هنالك توجه الولايات، أخشى منه أنا هذا التوجه أن يحول المنطقة إلى صراع جديد طائفي، ما هذه المرة ليس بين ميليشيات بل بين دول، وأن تصبح يعني المنطقة بين من ومن. سريعا دكتور، الخليج العربي هو المستهدف إيرانيا، والخليج العربي هو المستهدف لإيران لدرء مخاطرها عنه، وبالتالي هو من سوف يقود ربما المعركة المقبلة في وهي أعتقد أنها سوف تشكل خطرا كبيرا على منطقتنا ولا نهاية لها إذا اندلعت، لأنها سوف تؤجج أحقاد بلا حدود. أعتقد أن علينا أن نكون واعين الآن، المعركة في العراق توشك عسكريا أن تحسم لصالح في المنطقة الموصل للجيش العراقي، لكن ترتيبات ما بعد المعركة هي التي تخيف جميع الأطراف. هي الأكثر تعقيدا نعم. على نعم. الجميع أن يدركوا أو يضعوا مصلحة العراق فوق كل اعتبار نعم. ولكن يبدو هذا بعيدا عن الأطراف جميل. السياسية العراقية لا تريد أن تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، الجميع يريد أن يأكل من هذه القطعة كل قطعة كيك على حدة لوحده، ولا يريد أن يضع القالب كله ويقتسمه الجميع كأنه مكون، الكل يريد أن يأخذه له. لا أدري بأي عقلية يفكر السياسيين، ولكن هذه العقلية لا يمكن أن تؤدي إلى عراق قوي، إلى تؤدي إلى عراق متحرر من مشاكله، لا نعم. تؤدي إلى عراق أبدا جميل. بهذا الطريق. جميل دكتور، سأعود لك دكتور أياد العناز. الأشد خطرا اليوم بعد معركة الموصل التدخل الأمريكي التركي الإيراني، اختار لي واحد. التدخل التركي الإيراني الأمريكي التركي الإيراني، تريد ترتبهم بكيفك واحد أنت؟ سأعود ما قلته سابقا بكلمة. نحن رفضنا ونرفض النفوذ ونرفض التدخل والغزو الأمريكي، ونرفض الوجود التركي والتدخل والاحتلال الإيراني. شنو رأيك عادل أشرف؟ بالتأكيد الإيرانيين هم أخطر ما على العراق والتركي والأمريكي، أما الأمريكان فلا ضائر أن يصلحوا ما دمروه،
ثم لا يبقون إلى فترة أطول. أما الأتراك فهم ليسوا متدخلين بالشأن العراقي. يعني هاي السوالف كلها هم متدخلين يا أستاذ عادل كمحللين. أين التدخل؟ أين التواجد؟ دكتور منذر أين التدخل؟ أستاذ عادل يعني معقولة دكتور منذر من الأشد خطرة؟ في راح أرجع لك إذا عندما دكتور منذر من الأشد خطرة؟ كلهم خطيرون، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة عليها أن تكون كدولة عظمى راعية للأمن والسلم العالمي أن تمارس دولها في حماية دولة ليست موجودة في مجلس الأمن كالعراق، تعاني من كل هذا الاضطهاد. شكرا. كلهم خطيرين على العراق. الدكتور منذر حوارات عضو جمعية الشؤون الدولية الباحث في الشأن الدولي، شكرا جزيلا لك دكتور. العفو. الأستاذ عادل عناز الباحث والباحث في الشأن العراقي والكاتب، شكرا جزيلا لك. أستاذ عادل أشرب بن عمار رئيس رابطة مثقفي قبيلة الشمر، شكرا جزيلا لك. تحياتي. بس ترى تدخل التركي واضح بالعراق موجود يعني يعني موجود واضح موجود. وتهديد أردوغان للسيد العبادي أنه إذا دخل أود الحشد تل أحفره ما يدخل موجود ليس على أرض الواقع. شكرا لك. نحن نريد هل أكو تدخل على نلقاكم في حلقات مقبلة. شكرا لكم وشكرا لكم على حسن المتابعة. باسمكم أشكر ضيوفي، نلقاكم أسبوع مقبل في أمان الله. شكرا لك.